الدنيا برضو انتوا عارفين التركيز الفتره دي مع النادي الاهلي كتير شويه على كل الاصعده في الحياه، اداريا وفنيا وفي صعيد الجهاز الفني الاداري كمان في النادي الاهلي، يعني الناس مركزه شويه. فالمره دي التركيز مع مين؟ مع كهربا. واضح ان في البعض استشعر الخطوره من عوده اللاعب بعد مباراه حرس الحدود ومدى الاضافه اللي ممكن يضيفها الفريق للنادي الاهلي، والناس مش هدفها كده، مش عايزين الاهلي يبقى كويس، مش عايزين الاهلي يبقى مستقر، ده هدف اساسي عند ناس كتير جدا، واعتقد حضراتكم لامسين قوي الموضوع ده يعني. فقال لك ايه؟ قال لك امبارح في فيديو لكهربا في خناقه، ويعني بيحاولوا يشوشوا على عوده اللاعب او بيحاولوا ياثروا عليه او حتى ياثروا على الجهاز الفني للنادي الاهلي، ويبقى في كلام كتير جدا على يعني قرار ممكن يبقى من النادي الاهلي بضروره عدم مشاركه كهربا خلال الفتره اللي جايه، الكلام كان في الاتجاه ده. فاكيد حضراتكم تابعتوا القصه دي على السوشيال ميديا تحديدا، واحنا بنتابع كمان مع حضراتكم. فبالتالي حقيقه الموقف ايه؟ ان ده كان فيديو قديم والموضوع كان من زمان، ومفيش اي يعني لازمه خالص لانك تطلع فيديو زي ده دلوقتي. اللازمه بالنسبه لك ايه؟ انك عايز تاثر على النادي الاهلي بشكل او باخر. لكن كل اللي بيحصل ده مش هياثر خالص سواء على كهربا ولا حتى على الجهاز الفني للنادي الاهلي. انا عايز اطمن حضرتك الموضوع ماشي في اتجاه جيد جدا بالنسبه للاعب. اللاعب طبعا كان عليه عقوبه ماديه كبيره جدا تم الاعلان عنها من قبل النادي الاهلي، والقصه اتقفلت وخلصت، واللاعب اصدر فيديو اعتذار لزملائه وكلام من ده، والقصه دي خلصت تماما. وقلت لحضراتكم امبارح موقف الجهاز الفني من اللاعب ان هو بمجرد ما انتهاء مباراه حرس الحدود هيكون متاح بالنسبه لهم، مفيش اي عقوبات من قبل الجهاز الفني على محمود عبد المنعم كهرب، فاللاعب موجود. الجهاز الفني مركز جدا على كيفيه اعداد اللاعب بدايه من مباراه الاسماعيلي المقبله باذن الله تعالى. الكل مركز، الولد بيشتغل بشكل كويس جدا في التدريبات اللي بيستعد من خلالها للعوده. فاللي عندهم اهداف في التاثير السلبي على اللاعب او على النادي الاهلي، لا انسوا الموضوع ده، ما تحاولوش خالص، لان اللاعب ملتزم جدا خلال الفتره الحاليه ومركز قوي في كيفيه الاضافه لصفوف فريق النادي الاهلي بعد عودته. الجهاز الفني كمان مركز معاه بشكل كويس جدا، ومع اللعيبه بشكل عام بالمناسبه، مش كهربا بس، لكن بما انه عنصر هيكون اضافه انت بتستعيده بعد فتره ايقاف بالنسبه له بعد احداث مباراه السوبر، فالكل مركز على كده. لا احنا بقى مش عايزين ايه؟ كهربا يرجع، نخلق له اي مشاكل، نشتت تركيزه، نشتت تركيز اللاعبين، نشتت تركيز الجهاز الفني. الكلام ده يا جماعه مش هيحصل، وما تحاولوش في الاتجاه ده خالص، الامور ماشيه بشكل طبيعي. والفيديوهات اللي بتطلع دي او كلام من ده حتى لو فيديوهات قديمه، يعني خلاص احنا دلوقتي في فتره حاليه الكل مركز فيها على كيفيه حسم التحديات، بدايه بالتحدي المحلي اللي ان شاء الله الاهلي قاب قوسين او ادنى من حسمه نهائيا، وكمان التحدي الاهم والاصعب بكل تاكيد هو التحدي الافريقي. كل العناصر اللي موجوده واللي هترجع للفريق ان شاء الله خلال الفتره الجايه يقدروا يحققوا الهدف ده. ده بخصوص موضوع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، وباكد على حضراتكم تاني وزي ما اكدنا امبارح اللاعب متاح باذن الله بعد انتهاء مباراه الغد. بالنسبه للجهاز الفني مفيش اي عقوبات اضافيه بخلاف العقوبه اللي وقعها النادي الاهلي على اللاعب بعد المشكله اللي حصلت، مشكله عابره أخيرا. نركز في اللي جاي ومركزين مع فرقتنا وعلى كيفية تدعيم النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية.